أدعم منين أجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلوم وتالو انت لوحدك ولا ايه في الدار؟ ايوه. امال فين ادهم؟ الله، هو مش كان معاك في المدرسه؟ ايوه، خرجنا مع بعضين زمانه جايبك. ايه، وازاي يا عم الحاج شرجاوي؟ بخير يا بدران. والله حكايه البشقه غدي شغلها شوي. هي شغلها هو بس؟ دي شغله العزبه كلها، من ساعه ما قطع الميه عن اراضينا وابتدوا اهل البلد يبقوا هانوا بطرب الفلوس. انت يا بدران ربنا يخلصنا من البشقه غدي وظلمه. هنخلص منه باذن الله. البركه في ابوك الحاج شرجاوي. ابويا ابوي هيعمل ايه لوحده يا بدران؟ انقدر على البشقه مش هيقدر على رجالته وعساكره. ده عامل في دواره حكومه لنفسه والسلطه بتساعده على كده. لكن ربنا اجوى منهم يا ست الدار. يا ريت يا بدران ربنا يسمع منك، ده يبقى يوم فرح للعزبه كلته. وفرح ليك انت كمان. لسه بدري على فرحي. ده اليوم اللي بتمناه يا ست الدار. على الاقل يقولوا بدران ناسب الحاج شرجاوي كده. ربنا يقدم اللي فيه الخير. بس الجدعان انت في المدرسه. انا مش جدعان قوي. ها، انا هقوم بقى وقولي لاتها ابن عمك يفوت عليا في الدار عشان نروح الفرح سوا، فرح حسين ابن ابو علي. عقبالك يا بدران. وعقبالك انت كمان. كان في البلد بشقى حاكم لكن غدار، نفخر اهل البلد بزرعته ليل ونهار، اللي خلفه يا ويله كان عذابه شديد، حاكم بأمره ومستعبد كبار وصغار. وبعدين بقى يا حاج شرجاوي، هنفضل كده ساكتين على البشقه لحد امتى؟ صبرك بالله يا مختار، كل شيء وله وقت. صبرنا كتير يا حاج شرجاوي، بقى راجل غريب زي ده يبيع ويشتري فينا ويتحكم في البلد بالشكل ده، ده مسخرنا عنده زي العبيد. مسيرنا ناخد حقنا يا مختار، الصبر مفيش احسن منه، بس ما تستعجلوش. الصبر فاض بينا يا حاج شرجاوي، ما يصحش ابدا نسكت على كده. يا مختار كل شيء له ترتيب. ايه، احنا مش قد الراجل ده. مش قده ازاي؟ العزبه كلها رجال. مفهوم مفهوم، بس ده عايز نظام مخصوص. والصبر طيب يا رجاله، صبر ده كتير يا حاج شرجاوي، اللهم طويلك يا روح. طيب سيبونا بقى من الموضوع ده دلوقتي. وازاي حل ادهم في المدرسه؟ عال قوي، ربنا يحميه ويطرح فيه البركه. ادهم انا ليا في الدنيا غيره. الواد ده سابق زمن يا حاج شرجاوي، اللهم صل على النبي. ما هو ده اللي مخليني شايله في عيني، ربنا يصلح له الاحوال وينجح مقصده. امال فين هو؟ ما هوش باين. معزوم يا سيدي في فرح حسين ابو علي. ايوه صحيح، خليه ينبسط ويتفرفش.
ايوه يا بدران. لا ده طب دنيا غير الدنيا. سامع الغزيه بتلمح عليك يا حزكم. الاحسن بينها جايه علينا. جايه يا حلو تاخد النقطه. نقط بقى يا سي ادهم. بس روح قلبي يا المحبوب يلي هواك مكتوب. روح قلبي يا المحبوب يلي هواك مكتوب. قلبي في هواك بيدوب يلي عليك العين. تنشير على ادهم الشرقاوي. مسا النور. حبال عندك. النكتة. حاضر اتفضل يا ستي. يا بتنجد بالخاتم يدوم العز يا سي ادهم. شوفك يا حبايب العريس. شوفك يا حبايب العروسه. نقطة ادهم الشرقاوي. ها اقعد ادهم اقعد. مالكش دعوه بحاجه. مش ناظر عزبة الباش اغا اللي جاي ده. ايوه يا سيدي. هو في غيره؟ وعايز ايه؟ بس يا جماعه ده هو ده الفرح. الباش اغا عاوز بتاعه. الفرح مش هيبطل يا حضره الناظر. مين ده اللي بيتكلم؟ انا ادهم الشرقاوي. لما الكبار يتكلموا تسكت انت يا ولد. اقعد اقعد يا ادهم اقعد. حاضر يا حضره الناظر. هخلي الكبار يتكلموا. قوم يا ادهم يلا بينا. كفايه كده. خلي الليله تفوت على خير وكمان نصحى بدري للمدرسه. لك يوم يا باش اغا انت والناظر. يلا بينا بدران. هم فات صحبه ورجع للدار. سهر في ليلته يفكر في الغرام محفار. هايم بحب الغزية وحسنها الباهي. ما نمتش عينه لحد الليل مجال ست الدار. ست الدار عايز حاجة ايه؟ الله انت زعلانة ولا ايه؟ لا دي مش مقابلتك ليا يا بنت عمي. الله 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 الله. ست الدار ست الدار انت بتعيطي ولا ايه؟ فين الخاتم يا دب اللي كان في صباع؟ موجود. انت كمان عرفتي في حكايه الخاتم؟ الخاتم موجود. اصل بدران يا ستي خدوا مني يلبسوا شويه وبكره تشوفيه معايا. معاك ولا مع الغزيه؟ غزيه ايه يا شيخه؟ ده احنا كنا بنضحك في الفرح. هاني قلبي عليك يا دب. ما تخافيش عليا يا ست الدار. ادهم يا ادهم. مين اللي بيناك؟ ده بدران. خش انت واعملي لنا شاي. خش يا بدران تعال. السلام عليكم. اهلا يا بدران تعال. انا عارف انك ما نمتش الليله. طبعا يا عم بتحلم بالغزيه. وطي حسك بنت عمي تسمعك. طب يلا بينا احسن اتاخرنا على المدرسه. هنشرب الشاي ونمشي على طول. ما قلتلكش خير ان شاء الله. مش عارف مين اللي قال لعمي على الغزيه. لا يا شيخ هو عرف. طبعا هو في حاجه تستخبى. والخاتم ماله بقى؟ عايز خاتم زيه تمام النهارده يكون معايا. انت اصلك اتسرعت يا ده. مالكش حاجه في اللي عملته ده. سيبنا من الكلام ده دلوقتي. احنا في الخاتم. عمي زعلان وبنت عمي زعلانه. حكايه بسيطه. بعد ما نخرج من المدرسه نشتري واحد غيره. الشاي يا ده. تسلم ايديكي. اشرب جوان بقى لحتى اتاخرنا يا ده. بقى كنت عايز انت امبارح تعمل لنا دوشه في الفرح. احنا جد نظر العزبه يا سي ادهم. احنا جدها وجدود يا بدران. بقى ده كلام يظهر ان البشغه مش هيجيبها البر. كل واحد وله يوم يده. وامتى بس اليوم ده يا بدران؟ البركه في عمك هو والرجاله. ربنا يخلصنا منه. ده مدوق الفلاحين ومريهم المر. بيشغلهم عنده بلاش وما بيدفع لهمش اي حاجه ابدا. كل شيء وله وقته واوان. الخلق في العزبه كانوا مظلومين جعانين. الخلق في العزبة كانوا مظلومين جعانين. والباش أغا كان حارمهم من الطعام مساكين. نهارك سعيد يا باش أغا. سيدة مبارك هزرة نازير. في ايه؟ كلم أغا. الفلاحين اللي اشتغلوا في الارض عايزين اجرتهم. اوه فلاحين فلاحين دفشات كتير حزريت ناصير. انا عارف مين هرد فلاحين علشان اعمل دفشات. هو في غير الحج شرقاوي؟ ايه بقى حج شرقاوي
لازم علشان هو تعذيبات شديد. ده كل يوم عمل اجتماعات للفلاحين في داره. عارف حزريت ناظر، انا عارف كل حاجاته. كلمت كتير حزريت ناظر، اجتماعات يوقف، مفيش فايدة حزريت ناظر. انا مشدد عليهم قوي يا بشاغة، وديت تعليمات لكل الغفر اللي في العزبة لما يشوفوا اجتماعات يدوني خبر على طول. فاته لازم خلي بال انت تمام حزريت ناظر. امال يا بشاغة. تعال حزريت ناظر. افندم. امسك معي هنا فوسات نزهة قوة زراعات، اتفرج على بنت خلاويات. مال علينا يا حلاوتنا، رايحين الزراعة زل عيدنا، والخير قدامنا وحوالينا، والمولى مبارك زراعتنا. سامي بنات حضرت نازير. سامع يا بشاغة، وسامع نواح الفلاحين. ايدي انا بيتكلم على بنات. ايوه يا فندم، دول رايحين يملوا ميه من الترعه. ايدي كل يوم ميه ميه، لازم شويه شويه. يا باش يا باش، هي الميه حيشتروها يا فندم، الترعه قدامهم للي يشيل. هاي الميه دي علشان اراضي بشاغة فقط، مش علشان فلاحين. مظبوط يا بشاغة، اوامرك يا فندم ننفذها. اسمع حزريت نازير. امرك يا بشاغة. انا عايز فلاحة دي هولن افام اهتر امام حزرتنا. اللي كانت بتغني دي يا فندم؟ ايبات افام هولن سرات. حاضر يا فندم حاضر. انت يا بنت انت اللي كنت بتغني. نعم. تعالي هنا كلمي جناب البشاغة. علي. ايوه تعالي هنا قربي. عايزة يا حضرة الناس. البشاغة عايزك، ده انت نهارك ابيض. اديني اديني كلميه. عاوزناني؟ عاوزني في ايه البشاغة؟ واتكلم اقول له ايه؟ قدمي بلاش غلبة، انت بديك الساعة لما جنب البشاغة يتكلم معاك. اوعى كده في ايدي. الله، مانيش بكلم احد. انت عاوز ابويا يذبحني؟ تعالي صبية تعالي، انا البشاغة خايف من بشاغة؟ لا لا، انا بعدين يجي زعلان. اسمك ايه صبية؟ انا ست الدار بنت الحج شرقاوي. اها، بنت حج شرقاوي؟ شرقاوي دي راجل مجنون. ايه؟ لازم علشانه تعذيبات شديد. ليه؟ عمل لك ايه الحج شرقاوي؟ هو يعمل اجتماعات علشان معاكسات بشاغة. لا، هو مش يقدر على بشاغة، لازم يفهم حج شرقاوي ان بشاغة راجل شديد. الحج شرقاوي كمان راجل شديد يا بشاغة. شوف شوف حضرت نازل ازاي صبية يتكلم قدام مقامات حضرتنا. اسكت انت، ما ترديش على بشاغة. انكتب انت يا جلب المصايب، احنا وراك والزمن طويل. الله الله، انت بتجري يا بنت. اقف يا بنت. حاج شرقاوي راجل مجنون، بنته كمان مجنون. معلوم راجل مجنون يا فندم، راجل مجنون. انت لازم يا بشاغة تأدبه هو واللي بيجتمع معاهم. اسمع حزريت ناظر. امرك يا بشاغة. اوامر حزراتنا اجتماعات ممنوعات، لازم تفتح عيون حزريت ناظر. خلاص يا بشاغة، هم دول يقدروا يعملوا حاجة؟ دي العزبة كلها بتحبك. معلومة، انا البشاغة محسوب الفوري. اسمع حزريت ناظر. نعم. عارف ابو فتوح اشماوي؟ ايوه، مال ده راجل من رجالتنا المخلصين. تمام تمام.